محلب يلقي كلمة مصر أمام قمة الكوميسا التي تنطلق اليوم بأديس أبابا تحت شعار التصنيع الشامل والمستدام. طائرات التحالف العربي تقصف معاقل الحوثيين في صنعاء واللجان الشعبية تهاجم مقرا لهم بعدن. بان كي مون يجري مباحثات في بغداد في ظل استمرار العمليات العسكرية لاستعادة السيطرة على تكريت من أيدي تنظيم داعش الإرهابي. العاشرة صباحا في القاهرة، الثامنة بتوقيت جرينتش، موعد نشرة إخبارية جديدة تبدأها معكم لميس عبد الغني. شكرا نجلة، أهلا بكم. يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت لاحق اليوم زعيم الأغلبية بالبرلمان الألماني فولكر كاودر. وقد صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف أن اللقاء سيتناول سبل تدعيم العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا والتطورات على الساحتين العربية والإقليمية والاستعدادات للزيارة القادمة التي يعتزم الرئيس السيسي القيام بها لبرلين تلبية لدعوة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. يلقي رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب كلمة مصر في اجتماعات الدورة 18 لقمة الكوميسا والتي تبدأ فعالياتها بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم وتستمر لمدة يومين. ويستعرض مع محلب خلال الكلمة الخطوات التي اتخذتها مصر في طريق التنمية والاستقرار في ضوء نجاح مؤتمر تنمية الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها مصر في مجال مكافحة الإرهاب والاستثمار. وتعقد القمة تحت شعار التصنيع الشامل والمستدام بمشاركة 19 دولة إفريقية من دول شرق وجنوب إفريقيا، وتناقش العديد من التطورات السياسية والتحديات الاقتصادية والتجارية التي تشهدها المنطقة. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا عمرو عبد العزيز مراسل النيل. عمرو، يعني متى من المتوقع أن يلقي رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب كلمة مصر خلال ترأسه الوفد المصري في قمة الكوميسا؟ نعم نجلاء، مفترض أنها دقائق قليلة وتبدأ قمة الكوميسا هنا في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بمقر الاتحاد الإفريقي قاعة نيلسون مانديلا. الكوميسا التي أسست في 5 نوفمبر العام 93 وتشارك بها 19 دولة. الاجتماعات التي تمت خلال الأيام القليلة الماضية والاجتماعات التحضيرية قد استعرضت التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في إقليم الكوميسا والاستقرار المستدام في المنطقة وتحقيق تلك الأهداف التي بناها التجارة والسلام، إضافة إلى تناول اجتماعات جهود الكوميسا في مواجهة الإرهاب. وقد تم الإشادة بدور مصر في هذا الصدد. حتى هذه اللحظة لم تبدأ القمة، ننتظر دقائق أو لحظات كما ذكرت في البداية لبداية هذه القمة. سيكون للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء كلمة ربما تكون يعني ربما تتطرق لأكثر من مجال ولأكثر من بعيد على النواحي المختلفة السياسية والاقتصادية والأمنية. نعم عمرو عبد العزيز، موفد النيل إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، شكرا جزيلا لك. قال وزير الموارد المائية والري حسام غازي إن الاجتماع المقبل لوزراء المياه في دول مصر والسودان وإثيوبيا سيركز على اختيار مكتب استشاري دولي بشأن سد النهضة. وأضاف مغازي أن اجتماع الوزراء الثلاثة سيعقد في أديس أبابا خلال الأسبوع الأول من شهر إبريل القادم. في غضون ذلك احتفلت وزارة الموارد المائية باليوم العالمي للمياه لمناقشة التحديات التي تواجهها مصر مستقبلا. تحت شعار المياه والتنمية المستدامة احتفلت وزارة الموارد المائية والري باليوم العالمي للمياه، وذلك في ضوء التحديات المائية التي تواجه مصر على الصعيدين الداخلي والخارجي. من حسن الطالع انه ياتي الموعدين مع بعض، اتفاق المبادئ الذي شغل بال كل المصريين في السنوات الماضيه واقتحام السيد الرئيس لهذا الملف الشائك بكل جرأة وشجاعة في الأقدام على نحن التعاون مع كل دول النيل السودان وأثيوبيا في اتفاق يضمن حقوق الأجيال.
وخلال الاحتفالية تم تسليط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه كافة قطاعات الدولة التي يتصدر أمن مصر المائي أبرز ملفاتها. لابد من التوعية، بمعنى أن النهاردة لابد من الاستخدام الرشيد للمياه. لا شك أن التغيرات المناخية القادمة هتخلي جميع دول الجوار تحافظ على نقطة المياه، لأنه أنا النهاردة أنا داخل على مشروع مليون فدان. ويبلغ متوسط الاستهلاك السنوي لمصر نحو 83 مليار متر مكعب، الأمر الذي دفع المنظمات والجمعيات المعنية بمناشدة المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك المياه عبر العديد من الوسائل. بإطلاق الحملة القومية لنشر الثقافة المائية، القضية عندنا لا شرطة ولا قانون حيحل هذه المشكلة. الذي يحل هذه المشكلة من أساسها هو الوعي والتوعية، توعية المواطن المصري. من الأساس أن المواطن المصري هل هو حريص على ثرواته المائية وأمين على ثرواته المائية علشان يطالب بأن لا تمس؟ وفي نهاية الاحتفالية قام وزير الري والموارد المائية الدكتور حسام مغازي بتكريم الأمهات المثاليات في جميع مديريات الري بالمحافظات والأم المثالية على مستوى الوزارة، اعترافا بدور المرأة المحوري في كافة المجالات. إلى اليمن، حيث قصفت طائرات حربية العاصمة اليمنية صنعاء في خامس يوم من عمليات عاصفة الحزم التي يشنها التحالف العربي بقيادة السعودية ضد المتمردين الحوثيين. وقد أفاد شهود عيان أن الهجمات تركزت بشكل أساسي على المنطقة الواقعة حول الحي الدبلوماسي في العاصمة. في غضون ذلك سمع دوي انفجارات واشتباكات عنيفة فجر اليوم بين اللجان الشعبية والحوثيين في محيط مقر الإدارة المحلية في حي دار سعد في المدخل الشمالي لمدينة عدن، أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى. وأفادت مصادر محلية أن تعزيزات حوثية قادمة من مدينة تعز قد وصلت إلى عدن مدعومة بمدرعات ودبابات. والمزيد من المتابعة، ينضم إلينا من صنعاء الكاتب والمحلل السياسي السيد محمد مؤمن. سيد محمد، إلى أي مدى استطاعت العمليات في خامس يوم لها أن تحتوي القوى الخاصة بالحوثيين، خاصة وأنه على ما يبدو أن هناك ما زالت هناك تعزيزات تصل إلى الحوثيين؟ وفقا للمتابعات التي نراها أن القصف يركز على المواقع العسكرية، وإن كانت بصورة مباشرة على المواقع العسكرية التي تتبع للرئيس المخلوع صالح، خصوصا وأنه يملك القوة العسكرية التي كان يملكها الجيش اليمني من خلال ما تم جلبه من أسلحة خلال 33 سنة الماضية. وهذا ما توقع أن الاستهداف المباشر الآن يركز بصورة مباشرة على القوة العسكرية التي يملكها علي عبد الله صالح ونجله أحمد علي. بالنسبة للقوات أو القوة الحوثية، هي بكل وضوح ما هي إلا مزيج من بعض الموالين للحوثي من طرف، بالإضافة إلى بعض القوات العسكرية التي ترتدي لباس مدني، وهي في الأصل تتبع إلى أو تعمل تحت ولاء الرئيس علي عبد الله صالح. خلال هذه الفترة الآن نلاحظ أن التركيز على مواقع عسكرية مهمة يملكها الرئيس صالح. على سبيل المثال، دار الرئاسة في الضاحية الجنوبية من صنعاء يتعرض إلى قصف يومي بشكل مباشر. إلى الآن يمكن أن نقول وفقا للمتابعة أن القصف دقيق جدا، لا يخرج عن إطار دار الرئاسة. طيب، هل تعتقد أنه ربما في مرحلة من المراحل سيتم اللجوء إلى الحل السياسي والجلوس إلى طاولة المفاوضات، خاصة وأننا نتعامل يعني بعيدا عن أوضاع في دول عربية أخرى مثل ليبيا وما إلى ذلك، هناك أطراف بعينها، هناك أشخاص بعينهم، هناك عبد الملك الحوثي وهناك علي عبد الله صالح. نحن كنا نتمنى ألا تصل الأمور في اليمن، وأنا شخصيا من الناس الذين لا نؤيد من حيث المبدأ أي تدخلات خارجية سواء كانت إيرانية أو خليجية، ولكن للأسف الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح عبد الملك الحوثي وضعوا اليمن كله على كف عفريت مجنون.
الآن قبل هذه العمليات كانت محاولات جادة من بعض الأطراف لاحتواء أي صدام، ولكن للأسف كان هناك نوع من العنجهية المبالغ فيها من خلال دخول القوات الموالية لعلي صالح بلباس الحوثي إلى مدينة تعز ثم إلى بعض المناطق الجنوبية. استنفر القوات القبلية في هذه المناطق، مما جعل أن البلد قد تذهب إلى معركة أو إلى حرب أهلية مفتوحة الخيارات. الآن أتمنى أن يتدارك هؤلاء السياسيون الموقف بصورة جادة ويراعوا هذه المصالح، أن هناك بنية تحتية عسكرية تقصف، كان الأولى بها هذا الشعب المسكين الذي أكلت هذه القوى العسكرية أكثر من 50% من ميزانيته خلال 33 سنة. طيب سيد محمد، إلى أي مدى يمكن أن تؤخذ تصريحات نجل علي عبد الله صالح بأنه يمكن التخلي عن دعم الحوثيين مقابل بعض المميزات، أو يعني إلى أي مدى يمكن أن تؤخذ مأخذ الجد؟ ما أعتقد أن المرحلة قد تجاوزت مثل هذه المعطيات. الآن هناك قرارات دولية ضد الرئيس علي عبد الله صالح على خلفية أنه منح حصانة مقابل أن يرفع يديه ونفوذه عن هذا البلد ويترك السياسيين يمارسون عملهم براحة تامة. للأسف تم محاصرة الرئيس عبد الرب منصور هادي وهو رئيس شرعي، ومهما كانت سلبياته لا يمكن أن نتجاوز شرعيته. تم محاصرة رئيس الوزراء، هذه كلها كانت تحت إشارات وتحت دلائل تثبت أن الرئيس علي صالح أراد أن يثبت فشل الرئيس هادي لصالح نزوات شخصية للأسف. وهي ما أوصلت الأمور إلى هذا الحد. الكاتب والمحلل السياسي السيد محمد مؤمن من العاصمة اليمنية صنعاء، أشكرك شكرا جزيلا. من جانبه قال وزير الخارجية اليمني رياض ياسين إن الهدف من العملية العسكرية عاصفة الحزم هو إيقاف العمليات المسلحة واستئناف العمليات السياسية، نفيا أن يكون هناك أي مفاوضات في الوقت الحالي مع الحوثيين. ومن جهة أخرى أكد المتحدث العسكري باسم قوات التحالف عملية عاصفة الحزم العميد أحمد العسيري، أكد أن قوات التحالف تسيطر حاليا على كامل الأراضي اليمنية، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك أي مكان آمن في الأيام القادمة لأي تحركات حوثية في اليمن. بهدف إجبار الحوثيين على الانسحاب من المدن تمهيدا لعودة الرئيس الشرعي عبد الرب منصور هادي المعترف به دوليا إلى البلاد، تواصل قوات تحالف عملية عاصفة الحزم قصفها لمواقع الحوثيين، وتهدف الضربات الجوية إلى تدمير وسائل الدفاع الجوي من صواريخ سام أو المدفعية المضادة للطائرات واستهداف مخازن الذخيرة بجانب العمل لتقييد أي تحركات لمسلحي الحوثيين على كامل الأراضي اليمنية. قوات التحالف الآن بعد أن أصبحت تسيطر على الأجواء بشكل كامل وأصبحت تتعامل مع تحركات الميليشيات الحوثية على الأرض، تبذل جهد كبير لتعريف الأهداف والتحقق منها. ويؤكد مسؤولون سعوديون أن المرحلة الحالية تركز على استخدام الضربات الجوية ضد الحوثيين وفق خطة معينة لم تتضمن حتى الآن إرسال قوات برية إلى هناك. السعودية لم تتخذ قرارا بشأن ما إذا كانت سترسل قوات برية إلى اليمن، لكنها ستبقي على اختياراتها مفتوحة. السعودية ملتزمة باستكمال حملتها الجوية الهادفة إلى إنهاء سيطرة الحوثيين على السلطة في اليمن. ومع توالي الضربات من الجو واستمرار المواجهات بين الحوثيين ومسلحي القبائل على الأرض، أكد وزير الخارجية اليمني رياض ياسين على أنه لا مجال للتفاوض والحوار مع الحوثيين إلا بعد عودة الشرعية الدستورية إلى اليمن وسيطرة الدولة اليمنية على كافة أراضيها. لا يوجد أي مفاوضات في الوقت الحالي، ولم يتقدم أحد ورقة عمل، أنا أؤكد لك ذلك، ولن تكون هناك أي مفاوضات أو حوار في هذا الوقت لغاية ما تعود الشرعية الدستورية إلى اليمن. ويؤكد عدد من الخبراء أن الأزمة اليمنية وما تشهده كل يوم من تطورات تنذر بمزيد من التفاقم والاشتعال، بما يهدد بالشيوع مزيد من الفوضى وحالة عدم الاستقرار وسط مخاوف من انتقالها إلى دول الجوار وانعكاس ذلك سلبي على الأمن الإقليمي وحركة الملاحة بالبحر الأحمر. في غضون ذلك أجلت باكستان نحو 500 من مواطنيها بطائرات من اليمن خلال توقف قصير لغارات عملية عاصفة الحزم.
وتوقفت العمليات حول ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر لأكثر من ساعتين للسماح بعملية إجلاء نحو 500 مواطن باكستاني. كما قامت السعودية بإجلاء عشرات الدبلوماسيين، وغادر دبلوماسيون صينيون وعاملون فنيين على متن سفينة صينية بميناء عدن الجنوبي. اعتمدت القمة العربية في دورتها 26 قرارا بإنشاء قوة عربية مشتركة من أجل مواجهة التحديات وصيانة الأمن القومي العربي. جاء ذلك في البيان الختامي للقمة التي عقدت في مدينة شرم الشيخ على مدى يومين برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي. في ختام أعمال القمة العربية في دورتها 26 والتي تترأسها مصر، ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة ختامية أعلن خلالها قرار القادة العرب اعتماد مبدأ إنشاء قوة عسكرية عربية مشتركة كآلية من آليات العمل العربي لصيانة الأمن القومي في مواجهة التحديات الجسيمة التي تمر بها المنطقة. في سبيل ذلك وارتقاء إلى مستوى المسؤولية التي تفرضها التحديات الجسيمة التي تواجه أمننا أمتنا العربية وتهدد مقدراتها، فقد قرر القادة العرب اعتماد مبدأ إنشاء قوة عسكرية عربية على أن يتم تشكيل فريق رفيع المستوى تحت إشراف رؤساء أركان القوات المسلحة بالدول الأعضاء لدراسة كافة الجوانب المتعلقة بإنشاء القوة العربية المشتركة وتشكيلها. وأكد الرئيس السيسي أن المداولات التي جرت خلال أعمال القمة نجحت في ضخ دماء جديدة إلى شرايين العمل العربي المشترك في الذكرى 70 لإنشاء الجامعة. نختتم بحمد الله وتوفيقه أعمال الدورة العادية 26 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي تشرفت جمهورية مصر العربية باستضافتها. وقد نجحنا من خلال اجتماعنا هذا ومداولاتكم في ضخ دماء الأمل والتضامن في شرايين العمل العربي المشترك في الذكرى 70 لرفع لواء جامعتنا العربية العريقة، وفي بلورة أهداف سنعمل على تحقيقها. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أجرى نشاطا سياسيا مكثفا في ثاني وآخر أيام أعمال مؤتمر القمة العربية المنعقد بمدينة شرم الشيخ، والذي استهله بلقاء رئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح، الذي هنأ الرئيس على الإعداد الجيد للقمة معربا عن ثقته في أن العمل العربي المشترك سيشهد الكثير من التطوير خلال رئاسة مصر للقمة العربية في دورتها 26. كما التقى الرئيس السيسي برئيس الوزراء المغربي عبد الإله بن كيران بتقدير العاهل المغربي الملك محمد السادس، مؤكدا على مكانة مصر الرفيعة في العالمين العربي والإسلامي، ومشيدا بدعم مصر المساندة لعملية عاصفة الحزم سياسيا وعسكريا. كما التقى الرئيس السيسي بنائب رئيس جمهورية القمر، الذي أعرب عن تمنياته بنجاح أعمال القمة خلال فترة رئاسة مصر. وقد تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك خاصة في مجال إنتاج الكهرباء والطاقة المتجددة. واختتم الرئيس السيسي سلسلة لقاءاته باجتماع مع سكرتير عام الأمم المتحدة بان كي مون بحضور ممثل السكرتير العام في منطقة الشرق الأوسط. بان كي مون أشاد خلال الاجتماع بدور مصر وقيادتها والنجاحات التي أحرزتها مصر سياسيا واقتصاديا في الآونة الأخيرة. وجرى خلال الاجتماع بحث مستجدات القضية الفلسطينية في ضوء نتائج الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، تزامنا مع جهود إحلال السلام لإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية. في الذكرى 70 لإنشائها تختتم الجامعة العربية قمتها في دورتها 26 تحت عنوان صيانة الأمن القومي العربي في مواجهة التحديات الراهنة، دورة تترأسها مصر وتطلع خلالها بدور محوري في تفعيل آليات العمل العربي المشترك سياسيا وأمنيا واقتصاديا. من مقر انعقاد القمة العربية في مدينة شرم الشيخ، علاء رشوان، النيل. القمة العربية طالبت أيضا في ختام أعمالها بإنهاء التمرد الحوثي والاعتراف بشرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. وجددت القمة دعمها لشرعية الرئيس اليمني في مواجهة الانقلاب الحوثي. ندرك أن التحديات العربية باتت شاخصة لا لبس فيها ولا تحتاج إلى استرسال في التوصيف، بقدر الحاجة إلى اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لها. وقد تجلى ذلك بشكل ملموس
في المنزلق الذي كاد اليمن أن يهوي إليه، وهو ما استدعى تحركا عربيا ودوليا فاعلا بعد استنفاذ كل السبل المتاحة للوصول إلى حل سلمي ينهي الانقلاب الحوثي ويعيد الشرعية، وسيستمر إلى تنسحب الميليشيات الحوثية وتسلم أسلحتها ويعود اليمن قويا موحدا. وصل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اليوم إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة يجري خلالها مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ومسؤولين رسميين. وتأتي هذه الزيارة في وقت يتواصل فيه هجوم القوات العراقية على مدينة تكريت شمال العاصمة بغداد سعيا لطرد تنظيم داعش. استمرارا لزحفها نحو مدينة تكريت شمال العراق لتحريرها من قبضة تنظيم داعش الإرهابي، تمكنت القوات العراقية من قتل 26 إرهابيا من مسلح التنظيم بمناطق عين الفرس والمستشفى العام والعوجة الجديدة. وزارة الدفاع العراقية أكدت أن قيادة قوات صلاح الدين تواصل تقدمها على محورين بمدينة تكريت، أحدهما جنوبي من العوجة باتجاه مركز المدينة والآخر جنوبي غرب من الديوم باتجاه مركز تكريت، مشيرة إلى نجاحهم في السيطرة على عدة مناطق. تقدم الخباطية بسبب كثرة العبوات وأكمل مقاومة قليلة للعدو، بس كثرة التفخيخ للطرق والمحلات والبيوت و مؤسسات الدولة كلها إن شاء الله القطعات مثل ما جاي أشوفها أكو تقدم وأكو إسناد جوي. في الوقت نفسه قصف طيران التحالف الدولي موقعا لمسلح تنظيم داعش في تكريت، ما أسفر عن مقتل 20 من مسلح التنظيم، وذلك ضمن 18 غارة شنها طيران التحالف على مواقع التنظيم في أنحاء العراق تركز معظمها في تكريت واستهدفت مسلحي داعش وألياتهم. طيران الجيش العراقي نفذ أيضا غارة جوية استهدفت مسلحي داعش بأحد القصور الرئاسية في حي القادسية وسط تكريت، والذين كانوا متحصنين داخله مما أدى لتدميره بالكامل ومقتل عناصر التنظيم. كان رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي أعلن في 25 من مارس الجاري بدء عملية عسكرية لتحرير مدينة تكريت بمشاركة التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة للقضاء على تنظيم داعش في سوريا والعراق. جاء ذلك بعد النجاح في تحرير ناحية والعلم والعديد من المناطق المحيطة بها، حيث تم تضييق الخناق على مسلح التنظيم في تكريت والسيطرة على طرق الإمداد للتنظيم وتطهير الطرق من العبوات الناسفة وإحكام حصار مدينة تكريت، ما منع التنظيم من شن هجمات وأصبح بوضعية الدفاع. للمزيد من المتابع ينضم إلينا من العاصمة العراقية بغداد حيدر الأسدي مراسل النيل. حيدر صباح الخير، يعني الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وصل إلى بغداد اليوم، هل لك أن تطلعنا عن أهداف هذه الزيارة؟ حيدر هل تسمعني؟ عذرا مشاهدينا، سنعود للاتصال بمراسل النيل في بغداد حيدر الأسدي، يبدو أن هناك عطل في الصوت. إلى سوريا، حيث أكد الرئيس بشار الأسد أنه مستعد للتخلي عن السلطة في بلاده عندما لا يحظى بتأييد الشعب وعندما لا يمثل المصالح والقيم السورية. وأضاف في مقابلة مع محطة تلفزيون أمريكية أن تنظيم داعش يكسب مجندين جدد منذ بداية الغارات التي تقودها الولايات المتحدة ضد التنظيم الإرهابي في كل من سوريا والعراق. مشكلة الصراع عبر العقود الماضية بما فيها هذه الأزمة، وأعود ودائما أربطها بما يحصل في أوكرانيا، أولا لأن سوريا وأوكرانيا يعنون روسيا، ثانيا لأن الهدف واضح هو ضعف روسيا، والهدف هو إيجاد دول عميلة لهم أو لكل المواطنين السوريين. أعود إلى الشأن العراقي وتحديدا زيارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى هناك، ينضم إلينا عبر الهاتف حيدر الأسدي مراسل النيل. حيدر، جدول أعمال بان كي مون؟ يعني لم أفهم السؤال، ولكن لقاءات بان كي مون اليوم بخصوص زيارة بان كي مون. نعم،
إلى بغداد. بالتأكيد وصل بان كي مون إلى بغداد ويجري سلسلة لقاءات، في مقدمتها لقاءه مع رئيس الوزراء حيدر العبادي ومع رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، لبحث ملفات عدة في مقدمتها ملفات الحرب على الإرهاب وأيضا الملفات الإقليمية. أيضا ملف الحرب على الإرهاب يتضمن موقف العراق من ضربات التحالف الدولي وإلى أين وصلت هذه الضربات في إضعاف هذا التنظيم وسير المعركة في مدينة تكريت. هذا من ناحية. من جانب آخر، تزامن مع زيارة بان كي مون وصول رئيس مجلس النواب الأمريكي ويليام بينر إلى بغداد أيضا متزامنا مع هذه الزيارة، أيضا لبحث ملفات الحرب على الإرهاب والملفات الإقليمية. على ما يبدو أن هناك حراك سياسي دولي في بغداد، لأنه الساعات المقبلة أو يوم غد أيضا سنشهد زيارة لوزير الخارجية البريطاني إلى بغداد، فبالتالي هناك حراك دولي في العاصمة العراقية بغداد لما يحتمله الموقف الإقليمي من تداعيات خطيرة. فبالتالي على ما يبدو أن ملف الحرب على الإرهاب سوف يستحوذ على هذه الزيارات ونقاشات هذه الزيارات. طيب، يعني تتحدث عن ربما حراك دولي في المرحلة القادمة، ولكننا على مدار السنوات الماضية كنا نتابع زيارات، يعني هي زيارات معتادة يقوم بها المسؤولون الأوروبيين بين الحين والآخر. ما هي المؤشرات التي جعلتك تقول أن ربما هناك حراك دولي؟ يعني هناك مؤشرات كثيرة. هناك يعني كما نعلم أن هناك تطورات في المنطقة، العراق جزء من هذه المنطقة وخصوصا الخليج العربي، فبالتالي موقف العراق ضروري بأن يتم معرفته عن دوليا بعيدا عن المؤتمرات وبعيدا عن اللقاءات البروتوكولية، فبالتالي هذا من الناحية الأولى. من الناحية الثانية، المرحلة القليلة الماضية كان يطالب المجتمع الدولي بتحرك أكبر في مسألة مساعدته في محاربة تنظيم داعش. العراق يبدو متذمرا من مسألة قيام التحالف الدولي بضربات جوية غير كافية وغير مؤثرة كثيرا حتى هذه الساعة في الحرب ضد تنظيم داعش. فبالتالي هذا الموقف، هذه المواقف بحاجة إلى مثل هذه الزيارات وإلى أيضا حتى التنسيق المواقف السياسية بالتأكيد. في المرحلة المقبلة، خصوصا أن المنطقة مقبلة على اتفاق نووي بين الولايات المتحدة وإيران، وهي جميعها معطيات تنعكس على الأرض. زميل حيدر الأسدي مراسل النيل من العاصمة العراقية، أشكرك شكرا جزيلا. اجتمع وزراء خارجية مجموعة 5+1 وممثلة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي مع وزير الخارجية الإيراني اليوم في محاولة للتوصل إلى اتفاق سياسي قبل نهاية المهلة غدا الثلاثاء. كان نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد صرح بأن التوصل إلى اتفاق نووي بات ممكنا، وشدد في الوقت ذاته رفض بلاده إرسال مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى الخارج. عودة إلى الشأن المصري، حيث تستأنف اليوم منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم بعد غياب دام لنحو شهرين تقريبا، حيث تقام 5 لقاءات ضمن مباريات المرحلة 23 من المسابقة. فعلى استاد السويس يلتقي الزمالك متصدر المسابقة ب45 نقطة مع الداخلية صاحب المركز الخامس ب25 نقطة، وفي الأسكندرية يلتقي سموحة صاحب المركز 14 مع طلائع الجيش صاحب المركز 6، فيما يلتقي المصري البورسعيدي صاحب المركز 11 مع المقاولون العرب 7 على استاد الإسماعيلية. كما يواجه اتحاد الشرطة 12 فريق وادي دجلة صاحب المركز 4 باستاد الشرطة، ويلتقي إنبي الوصيف مع الاتحاد السكندري 10 على استاد بتروسبورت. في ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأهم ما جاء بها من أخبار. محلب يلقي كلمة مصر أمام قمة الكوميسا التي تنطلق اليوم بأديس أبابا تحت شعار التصنيع الشامل والمستدام. طائرات التحالف العربي تقصف معاقل الحوثيين في صنعاء، واللجان الشعبية تهاجم مقرا لهم بعدن. بان كي مون يجري مباحثات في بغداد في ظل استمرار العمليات العسكرية لاستعادة السيطرة على تكريت من أيدي تنظيم داعش الإرهابي. ختام النشرة، إلى اللقاء.